هلو صوت المستقبل. مرحبا، اليوم بدنا نصمم لكم جامب سوت باللون السويتي اللي هو ترند. راح ناخذ القياسات مالت الجامب سوت، نبدي احنا نقص الديزاين اللي احنا رسمناه واللي هو الباترون. الباترون هو الرسم التفصيلي للديزاين على القماش. خلي احكي لكم بالبدايه على تصميم الازياء. هو فن كلش حلو، ممكن انه انت تبدين بدايات بسيطه بالبيت ويا قطع قماش موجوده او ملابس عندكم قديمه تحتاج تعديل. احنا بالبدايه اذا ردنا نشتغل نعوف سنتيمترين الاعلى وسنتيمترات اثنين من الاسفل اللي هو مكان الخياطه والاوفر. هسه احنا اخذنا الديزاين مال الريدين قصيناه على القياسات اللي احنا نريدها. حتى مرحلة الأوفر لازم احنا نسوي أوفر لكل القطعة حتى تطلع نظيفة، حتى لا تطلع عندنا هاي مرات الشوائب اللي زايدة او الخيوط اللي بالحافة تبدي تسلت. هسه ننتقل لمرحلة الخياطة اللي احنا راح نركب بيها قطعة ويا قطعة. هسه تقريبا احنا كملنا، بقى بس التاتشات النهائية للجامب سوت وراح تشوفوه بالصورة النهائية. سبقت عليها احنا دا نحدد هسه الاكسسوري اللي موجوده على الديزاين. احنا الجامب سوت مالتنا راح نخلي بيه الدقم، تبقى بس فتحات الدقم. هسه نجي نشتغلها. بعد ما كملنا خياطة الجامب سوت بقت هسه احنا تفاصيل اللي نضيفها. وصلنا هسه مرحله الاكسسوري اللي موجوده، نكسر اللون اللي شويتي، حنحط دقم ذهبي نشتغل على الجامب سوت حتى يكون الديزاين مالته كاجوال والرسمي بنفس الوقت. هسه اجت المرحله الاخيره، حتى نجهز الديزاين لازم نكويه حتى يطلع مرتب ونحدد مكان الكسرات ونثبت مكان الياخة وهاي التفاصيل كلها. بعد ما كملنا الخياطة مالت القطعة اجى الوقت اللي احنا نحطها على المانيكانة حتى اشيك كل القياسات واشوفها بالصورة النهائية. هسه كملناها احنا، شيكنا القياسات وشنو التعديل اللي عليها. الحمد لله انه القطعة كملت بوقت كلش قياسي وبفترة زمنية بسيطة. خوش حكي احنا نحكي.